شافت حاجه، لان كان في قرارات جايه من بره ان محدش يخش المصحه غير والدتها في حاله التعارف. دي واحده كانت دواء بتشهر بيها، كانت تيجي تقول لك انا وفيه. احنا عمرنا ما شفناها، يعني احنا عمرنا ما شفناها، احنا اول مره نشوفها في حاله الوفاه، وجايه اخر واحده في البني ادمين. بس تقول الحق، قولي الحق، ما تقولش كده. انت كانت بتطلعي بتشهري على حته، انت بتشهري بيها، دي صاحبه وفيه هنا، دي صاحبتها اللي طلعت تقول انا وانا ما شفتيش حاجه، ما ظهرتش ليه دلوقتي، ما ظهرتيش ليه النهارده، مش شايفينك اصلا ليه؟ وبعدين يا حبيبتي في حاله لما انت هي عامله لك توكيل، في حاله الوفاه يعتبر التوكيل ليه؟ يعني انت ممكن تجيبي اي عقد بربع جنيه من اي بقال وتختمي من اي حته وتقولي هي عامله لي توكيل، يعني ما تكيش لازمه حاجة. بس خلاص حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ان شاء الله حقها يا جلال، باذن الله حقها يا جلال، ان شاء الله حقها يا جلال، ان شاء الله حقها يا جلال، لان احنا في بلد عدله وقضاء عادل ان شاء الله. قولي لي شيماء كانت بتتعامل ازاي معاكي ومع جيرانها ومع اهلها؟ شيماء كانت بني ادم الله يرحمها ما فيش زيها، والله ما كان في زيها، لا في اهلها ولا في كلها ولا حنيتها، وكانت بره باهلها وبره بعيلتها وبره بالقريب والغريب كله. موضوع اثر في الشعب المصري كله، راي العام المصري كله اكيد لازم اكيد. ما شافوش كان نيتها على الغلابه الاول قبل اهلها، اهلها مش محتاجين حاجه على الغلابه الاول. لو شيماء قدامك على كده وسامعاكي تقولوا لها ايه؟ يا بنتي ما كنتش اتمنى انا اوديكي بايديا، كنت اتمنى انت اللي تودي وتودي العيله اللي كبروا خلاص. ده كله قضاء ربنا يرحمها، مش احنا اللي نوديها، هي اللي كانت تودينا. كله قضاء ربنا يا حبيبتي، لاني لو كانت هي اللي كانت قدرها وقضاء ربنا، كله قضاء ربنا، كله قضاء ربنا، وحمدين وشاكرين بس حقها الى واحد بس يتكلم عليها كده. بدأنا في